الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم مشاهدينا في كل مكان، تحية تتجدد في هذا المساء، مساء سن الجذاع وأشواطنا المفتوحة، حيث نتواصل اليوم مع 15 شوطا رصدت لهذا السن ولهذه الأشواط المفتوحة. ننطلق مع ثالث أشواطنا، شوط خاص بالإبكار مع هذه الكوكبة وهذه الأسماء اللي تنطلق في رحلة جديدة من رحلات البحث عن الناموس وتحقيق النقاط من خلال تواجد هذه الشعارات العملاقة. ننطلق مع المركز الأول، ننطلق مع المركز الأول ومع صدارة الشوط ومع المقدمة هذه اللي تحتل المركز الأول. هذه ذربة على المركز الأول لهجن الشحانية، يضمرها السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثاني رقم 2 مريفة على المركز الثاني لهجن الشحانية، يضمرها محمد بن خالد العطية، وتدخل من الوارية اللي يضمرها سالم بن فاران المري بشعار هجن الشحانية، تنطلق على المركز الأول والمركز الثالث. نشوف الذخيرة على المركز الثالث أيضا بشعار هجن الشحانية، يقدمها سالم بن فاران المري. المركز الرابع هذه ذربة على المركز الرابع رقم 12 ذربة مع شعار هجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وسباير تتدخل وتنطلق من العمق إلى المركز الثالث وفي طريقها إلى ثاني المراكز. هذه سباير حاملة للرقم 1 ولواء هجن الشحانية مع المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الخامس، نشوف المركز الخامس أربعة. المركز الخامس هذه أمجاد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب، يتواجد وينطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الشهنية، تدخل أسماء، اختلاط شعارات، تدخل هذه الأسماء القوية، طبعا أسماء قوية تشارك اليوم، الاستعداد المبكر. هذه الشهنية على المركز الخامس حاملة للواء هجن الشحانية، تنطلق يضمرها السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه الأسماء المنطلقة في أول نداء ونحن في طريقنا نحو انتصاف مسافة هذا الشوط. 4 كيلومترات هي المسافة المقرر لهذه الانطلاقات في السباق المحلي الثاني. طبعا سن الجذاع مسافة المقررة هي 6 كيلومترات في الختاميات طبعا، وبعد أن تستعد هذه الأسماء للمشاركة في أشواط الختام. يا سلام، سالم بن فاران المري يقود صاحبة المركز الأول، وهذه ذخيرة على المركز الأول بهذا الشكل الجميل وبهذا الشعار الأدعم الكبير، تنطلق وتندفع في صدارة الشوط، يضمرها سالم بن فاران المري، وهنا حاملة أيضا لشعار هجن الشحانية هي الشهنية على المركز الثاني رقمها 9، وتنطلق بالمركز الثاني مع سلطان الوهيبي. المركز الثالث، شوفوا صيت، تدخلت وانطلقت وعبرت إلى المركز الثاني في أول نداء لها، أول نداء لصيت، ديروا بالكم عليها، ديروا بالكم على صيت اللي تنطلق بالمركز الثاني مع شعار هجن الشحانية ويضمرها سلطان الوهيبي. محمد بن خالد العطية يقود مريفة على مستوى المركز الثالث، تنطلق بثالث المراكز في هذه اللحظة بشعار هجن الشحانية، ورابعا من الجانب الآخر يقدم سالم بن فاران المري اسم جديد، وهي الوارية اللي تتدخل وتنطلق إلى رابع المراكز مع شعار هجن الشحانية وسباير. أختم معها النداء في نداء الثاني، سباير رقم 1 بشعار هجن الشحانية، يضمنها حمد بن علي بن حلفان المري. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم مشاهدينا في كل مكان، هذه لوحة 1 أمامنا، قطعنا 3 كيلومترات وهذا هو المنعطف الأخير نحو خط النهاية. القيادة مع شعار هجن الشحانية دائما، هذا هو شعار هجن الشحانية، وهذه الذخيرة المتصدرة المنطلقة. هنا الترقب من سالم بن فاران المري الذي يقود هذا الاسم
قاسم يقود الذخيرة، هناك أسماء قوية يا أبو جابر، أسماء قوية خلف الذخيرة، خلف الذخيرة هنا، هذه صيت وهذه الشهنية وهذه الوارية، يا سلام يا سلام، هذه الذخيرة على المركز الأول، الذخيرة 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 في مقدمة هذا الشوط. صيت على المركز الثاني، صيت على المركز الثاني ايضا لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، ومن الجانب الاخر تقدمت سباير، سباير على المركز الثاني، يا سلام على المركز الثاني لهجن الشحانية مع حمد بن علي بن حلفان المري، ورابعا رابعا 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 الوارية لهجن الشحانية عند سالم بن فران، وذربة تحتل المركز الخامس لهجن الشحانية عند سيد سالم او سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. عودة إلى المركز الأول، الذخيرة على المركز الأول، الذخيرة على المركز الأول، هذه على المركز الأول وفي صدارة الشوط وفي المقدمة، هنا تقود هذه الأسماء منطلقة مندفعة، هذا هو سالم بن فران المري يقودها نحو خط النهاية بكل ثقة، هذه الذخيرة على المركز الأول، الذخيرة على المركز الأول في صدارة الشوط في مقدمته، سباير بالمركز الثاني أيضا لهجن الشحانية، والمركز الثالث الوارية لهجن الشحانية، والمركز الرابع هذيب على المركز الرابع لهجن الشحانية، والمركز الخامس مريفة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وهذه الذخيرة فازت بالمركز الأول، 6:27 89 جزء من الثانية، تهنئة لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فران المري. المركز الثاني سباير احتلت المركز الثاني، توقيتها الزمني 6:28 11 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس أيضا للمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه الوارية لهجن الشحانية عند سالم بن فران المري، توقيتها الزمني 6:28 55 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لكل الفائزين.